نجحت قوات الجيش الليبي في السيطرة بالكامل على ساحل مدينة درنة بعد طرد التنظيمات أو الميليشيات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي من مواقعهم. أكدت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي على أن الاشتباكات مستمرة وسط مدينة درنة مع العناصر الإرهابية رغم محاولاتهم التحصن بين المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية. هذا وأكدت الشعبة أن الجيش يتعامل بكل حذر لحماية المدنيين.